عندما تركيا تهجم، عندما البرازيل يتمتع بحارس متألق وهو برازيل غير متعود بهذا. تقريبا ضد مجرى اللعب يأتي مهاجم، روض الكرة 6 مرات وسط دفاع كامل ثم صوب. رونالدو لمدة ثواني قليلة يؤكد أن كرة القدم تنجم تكون سهلة ياسر. منذ 94 هو دائما برازيل في نهائي كأس العالم دون انقطاع، للمرة الثالثة على التوالي. عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي بالنسبة لبلد واجه منذ سنة ولأول مرة خطورة عدم التأهل إلى النهائيات.